السلام عليكم. أكيد أغلبكم شاف كهرباء السيارات عم يستعمل لمبة فحص أو فولتيميتر أو جهاز ملتيميتر القديم. أيا كانت التسمية ومع كثرة الخيارات أكيد رح تستصعب هاي الأجهزة، لذلك جبت لك الحل الأنسب واللي هو باور سكان من شركة أوتل PS100. خلينا نشوف خصائص هذا الجهاز ونتعرف عليه. مشوا معي على الكراج وخلينا نتعرف عليه. نشغل الجهاز. طبعا لازم يكون عندي سالب او موجب، حامي او بارد. خلينا نوصله على السيارة وفينا نفحص فيه الفولتية، حساسات، مقاومات والكتاوات. خلينا نروح على السيارة وفرجيكم طريقة تشغيله كمان بالسيارة. وهلأ فينا نشتغل عليه كمان ضمن السيارة على الولاعة. عم نوصله مثل ما شايفين، في عندي مقاومة والفولتية والكتاوات، في عندي الجرس واللمبة اللي فينك تشتغل عليها بالليل. طبعا البعض بيكون مبتدئ بهذا المجال الكهرباء، يمكن يوصل الحامي مكان البارد او العكس وراح يسوي كارثة. بقول لك انا بهذا الجهاز ما بيصير شيء، ولاحظوا مع اللمبة الخضراء او الحمراء كيف الجهاز بيفصل عندي، وما عليك الا الضغط على الزر الجانبي. طبعا هذا مو معناته انه تهمل وتترك الجهاز يشتغل وتخطئ، بس لو قدر الله وشاء وصار هذا الخطأ الجهاز بيحميك من هالمشاكل. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابك والجهاز كمان نال اعجابكم. للطلب رجاء التواصل معي على هذا الرقم الموجود بالشاشة، وشكرا لكم.